خير؟ ازيكم؟ كم واحد متشجع بالرب النهارده؟ في كلام جديد وفي بركه جديده، امين. خلوني اقرا معاكم من مزمور 138 وابدا معاكم بالكلمات دي قبل ما نبدا تسبيحنا. كلمات المزمور بتقول: احمدك من كل قلبي قدام الالهه، ارنم لك، أسجد في هيكلي قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب، على يا رب كل ملوك الأرض استمعوا كلمات فمك ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عال ويرى المتواضع. إن سلكت في وسط الضيق تحيني، إن سلكت في وسط الضيق تحيني. وقف كده عندها. إن سلكت في وسط الضيق تحيني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. إن سلكت في الضيق، إن سلكت في الضيق تنجني، تحيني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني. في يوم دعوتك أجبتني. في ترجمة تاني من الترجمات مكتوب كده: لما دعوتك أجبتني وشجعتني وقويتني. النهاردة الرب جاي بيقولك أنا معاك، ما تقلقش. وعايز أقولك، لو أنت حاسس أن أنت تعبان أو متضايق أو مضغوط النهاردة، مش حاسس برعاية الرب ليك، أو في حتة بعيد شوية إبليس واخدك فيها، حاطط على كتافك أحمال، تعالى الكلمات المزمور دي وقولها: لما دعوتك أجبتني. أنا مصدق إنه أوقات كتيرة أنا جيت لك وإنت استجبت. تعال نغمض عينينا ونرفع قلبنا للرب، قول: يا رب نشكرك، أنت الراعي لينا، أنت اللي حامينا طول الوقت، بنتكل عليك طول الوقت، إحنا مسلمين لك كل دفة حياتنا. هنسبحك ونعظمك يا رب، لان احنا اختبرناك قبل كده وهنختبرك الايام اللي جايه كمان. نقول له الكلام ده. كل المجد والإكرام، سجود العبادة، إنك تستحق إنك تاخدها وسطينا. أنت الملك، أنت الملك، ما أعظمك، ما أروعك، لكل المجد.
تعال اقف معي في بداية الاجتماع، تعال نسبحه بالكلمات دي. انت بتدعمني وتسندني، وفي وقت الأزمة بتنجدني. ان كان وارد اتوه في سكة، لكن يا رب الاقي ايدك ويميدك دايما تعضدني. امين. حاجة تطمن ولا لا؟ متطمن النهاردة ولا لا؟ قول امين. متطمن؟ امين. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. إن كان وارد أتوه في السكة، ألاقيني ناديني ويرشد. الله الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. وإن كان وارد أتوه في السكة، ألاقيه يلاقيني ويرشدني. مش حاجة تطمن الله يرعاني كما يرعى الأبو.
بقى كلمات تليق بملك الملوك ورب الأرباب، حتى كانت بسيطة لكن هو بيقبلها قوي، هو بيقبلها قوي.
يا من له الإكرام نعبدك سبح اسمك دي لك يا رب المجد اللي يليق بيك. انت مستحق انك تاخد المجد وسطينا يا من ذبحت واشتريتنا لله بدمك. من كل أمة ولسان وقبيلة نشكرك إنك أخذتنا جعلتنا رب مستحقين إحنا نقعد يا رب جنبك. منك يا ملك الملوك يا رب الأرباب مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد. مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة. مستحق أيها الرب أن تأخذ القدرة. مستحق أيها الرب أن تأخذ السلطان للأبد. لأن خلقت كل الأشياء فهي بإرادتك كائنة وخلقت لأن خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد. مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة. مستحق أيها الرب أن تأخذ القدرة. مستحق أيها الرب أن تأخذ السلطان للأبد للأبد. البركة والكرامة والمجد والسلطان. البركة والكرامة المجد والسلطان للأبد 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 مستحق
مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة قد ذبحت ويستحيل فقط لي اسمي وزيادتي
رب الأرباب. Bye.
الاثنين تفضلوا ندور ناحية بعض حنصلي. ربنا يدينا وقت عظيم زي ما وقت عظيم في التسبيح والعبادة والسجود، وقت كمان في التضرع والطلب والتشفع من أجل عمل الله. كل اثنين مننا قول له رب املأ قلبي صلوات، املأ قلبي أشواق إلهية مقدسة. لسنا نعرف ما نصلي لأجله كما ينبغي. الروح يعين ضعفاتنا، أعن ضعفنا يا روح الله، شجع كنيستك وهي تصلي، املأها بأنات وتأوهات وصراخ، املأها بأشواق الآب، املأها بمشيئة الابن. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك في اسم يسوع، اسم يسوع. أمين. الأسبوعين الماضيين قرأت أكثر من مرة من إنجيل يوحنا أصحاح 15. أنا الكرمة، أبي الكرمام، أنتم الأغصان. وبتكلم عن العلاقة اللي بيتوقعها المسيح بيننا وبينه. إحنا أغصان، لو الأغصان دي ثابتة في الكرمة، ثابتة في الكرمة، الكرمة قادر توصل لها العصارة بتاعتها، روح المسيح، حب المسيح، حق المسيح، حنأتي بثمر كثير ويدوم. ودي مشيئة الله إن الكنيسة الكرمة المشتهاة تكون مثمرة جدا، ثمر يدوم. وقال الثمر ده يتمجد به الآب، بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. وده حقيقي. الكنيسة المثمرة بتؤكد أن الله حي وأنه عظيم، عشان كده بيصنع بالكنيسة أمور عظيمة. لما الكنيسة تبقى عاقر يبقى إلهها غير قادر. لما الكنيسة تكون بتلد نفوس ألوف ألوف وربوات وأمم يبقى إلهها قدير، صح؟ مش كده أن نأتي بثمر أو لا نأتي بثمر، ده مش من الحاجات الاختيارية. وقال كده الغصن الذي لا يأتي بثمر ينزعه، واللي يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. لكن قال حقيقة مهمة قوي، قال أن الطريقة اللي بتخلينا نأتي بثمر كثير مش بس ثباتنا فيه، ثباتنا فيه بيدينا حق لحاجة عظيمة جدا. ايه هي؟ اننا نصلي، اننا نصلي. قالها مرتين هنا، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. اذا المسيح ثبت فينا، اذا تشربنا المسيح هيبقى عندنا احشاء المسيح، اشواق المسيح، محبه المسيح. هنطلب اللي هو عايزه، فهيكون لينا. تخيلوا الامتياز ده. وبعدين بيقول مره تانيه في نهايه الباراجراف الثاني من هذا الاصحاح، ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم. ازاي؟ لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسم.
تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يعطيكم الآب كل ما طلبت. عشان إيه؟ عشان ننبسط ونهيص لا لا، عشان نأتي بثمر كثير فيتمجد الآب. عايز أحيي وعايز أشكر كل الناس اللي مواظبة على اجتماع الصلاة ده، لأن 14 سنة يمكن دلوقتي. كم واحد موجود من ساعة ما ابتدينا سنة 2001 حاجة زي كده، حاجة جميلة جدا. ربنا يخليكم يعني 14 سنة مواظبة، بعد 25 سنة تبقى المهم يعني. شفنا السنين ده أشياء كثيرة اللي طلبناه حصل، وأحيانا بالتفاصيل. فاكرين الفضايح؟ فاكرين لازالت الفضايح حتى الآن على المنشتات العريضة وفي كل وسائل الإعلام. انقذ بلادنا يا رب. شفنا احنا شفنا، احنا رأينا بعيوننا، ان ثبت كلامه فينا نطلب ما نريد فيكون لنا. والنهاردة عندنا طلبات، وحنبتدي مش اللي لينا الاول، بقالنا مدة عم نصلي عشان سوريا، عشان العراق، عشان العراق واللي بيحصل هناك، وداعش اللي ايقظت في حاجات كتيرة شكلها بيبقى من برة صعب جدا. والله يصنع من الآكل أكلا ويخرج من الجافي حلاوة. عندنا النهاردة تقريرين. عندنا حد رفيق جاي من مؤتمر مع إخواتنا السوريين. أنا كنت موجود المرة فاتت، ما قدرتش أروح المرة دي مع رفيق، لكن رفيق جاي وكان لقاء مع إخواتنا الخدام اللي في سوريا وما قدرش يروح لهم سوريا، فتقابلوا في لبنان. تقرير من اللي بيحصل في سوريا، مش تقرير سياسي ولا البي بي سي ولا الترابتة تي، ما فيش محطة اسمها ترابتة تي، فحسن حد يدور عليها ولا حاجة، أو يقول الأسيس جرى له حاجة. لكن تقرير هيساعدنا نصلي عشانه. وعندنا إيفا النهاردة جاية من العراق، من أربيل، مع المجموعة اللي راحت. وأنا عايز أقدم ده قبل إيفا، عايز أقول شوية إيه الحكاية دي وإيه اللي بيحصل. دي حاجة محتاجين نصلي لها، مش بس تقرير بتاع إيفا، لكن الشيء ده نفسه. وبعدين عندنا طلبة تانية مرتبطة جدا بالثمر، هنصلي عشانها النهاردة ونصرخ قدام إلهنا ونقول له أنت قلت أي حاجة تتعلق بالثمر اللي نطلبه ناخده، صح كده؟ فإحنا هنمسك بالوعد وحنأخذ من الرب ما نسأله النهاردة. خلينا نبتدي برفيق وهو بيحكي لنا عن اخواتنا اللي احنا بنصلي لهم في سوريا، واللي بيحصل هناك، واللي ربنا بيعمله من وسط الألم والحزن والقتل والدم، عمل الله العظيم. انا فرحان قوي انه عندي فرصة من امبارح نرجع والحاجات كلها في مخي وكل الانطباعات اللي راجع بيها وطلبات الصلاة هقدر أشاركها، مش بس مع الحضور هنا لكن مع كل حد بيشوفنا على الشاشات. كان عندي امتياز تقابل مع 150 واحد من القادة من حوالي 24 كنيسة ومكان خدمة في سوريا. خلونا نبص على بعض المقابلات، فيديو صغير عملناه بسرعة كده عن الوقت دوت، وبعدين نرجع نكمل. كنا محتاجين نسمع هاي الكلمة من الرب. وباسم يسوع الرؤية الموجودة لسوريا، الحصاد والسمك الكتير، نحن بلشنا نشوف شيء منه والرب رح يتمجد. باسم يسوع يشرق بنوره على سوريا، باسم يسوع يعترف كل لسان وكل ركبة تنحني لاسم يسوع في سوريا. نحن بنشكر الرب، نشكر
كل أخ حاطت سوريا على قلبه عم يصلي لسوريا وللأخوة بسوريا ورب حيتمجد. نحن واثقين لأنه رجاءنا مو بنتمنى، رجاءنا بلا حي قام من بين الأموات وسيقيم سوريا. لن يستمر الصليب للآخر رغم الألم، ووسط الألم الله سيمد يده وسيبارك وسيعلن البركة وسنرى سوريا في الأمجاد. أنا بالنسبة لي زادت زاد إيماني وزاد صلاتي والكنيسة زاد إيمان، لأنه صرنا من بداية الأزمة لهلأ كل يوم عنا اجتماع صلاة، كل يوم كل يوم كل يوم عنا اجتماع صلاة بالكنيسة. ما قدرت أشوف إلا الفرح اللي كان عم يغمر الناس، لأنه عم شوفوا تشجيع الرب، تعزية الرب ووعود من الرب عم بيدعيهم لإله. فكنت شايف كتير الوقت مليان بالفرح والإيمان، وأنه عنده الرجاء هالأشخاص اللي جايين يكونوا بركة ببلادهم. حملونا يا أخوة بكل مكان بالصلاة لنضل مشجعين الأخوة بسوريا ليضلوا مصلين، لأنه صلاتنا هي اللي عم تحرك إيد الرب ونحن بين إيديه. وقت بده يجي ياخذنا بقذيفة بغيرها، نحن الوضعنا كتير سيء، نحن جاهزين لنشتهى أن نكون معه أفضل بالسماء، لكن إذا بقيانين عنا شغل نحن كمان جاهزين. صلوا لنا ودعمونا ونحن عم نصلي معهم. في مدينة رئيسية طلعت إشاعة إن فيه داعش دخل المدينة، دخلت حي من الأحياء، فالناس نزلت بل عليها، الرجالة والستات والأطفال نزلوا بالهدوم اللي عليهم ومشيوا مسافة جري 2 كيلو في نفس داخل المدينة الرئيسية، وبعديها اكتشفوا إنها طلعت إشاعة، وبقى الخوف من واقع داعش وظروف داعش إنها تقترب من أي مدينة بقى حاجة مرعبة. في واحدة من المدن اللي هي ما فيهاش أزمات، ما فيهاش مشاكل كتير، حرب جواها، بيقولوا لنا منظر الجنازات اللي بقى كل يوم بيطلع بأعداد غفيرة بمرات متكررة في نفس اليوم الواحد، العدد من القتلى والشهداء الحرب اللي موجودين بقى فوق الوصف. أخت من الأخوات بتقول لي في كل يوم وهي رايحة الشغل المنظر بتاع الدم بقى حاجة طبيعية خالص، فالقذيفة بيحصل لها بحسب تعبيرهم تغيير المسار أو فقدت المسار، يعني الإحداثيات بتاع القذائف بتمس بتغلط، فبتيجي في أي حتة، فتيجي في بيت الأخت اللي كانت بتكلمني دي، هما كانوا برا والقذيفة دخلت في بيت وبيتهم اتدمر وما بقوش عايشين في بيتهم، فتنقلوا يروحوا يعيشوا في بيت خالهم. ففي بيت خالهم كل يوم وهي رايحة الشغل بقت بتشوف منظر القذائف، ولا عادي يعني بنظر القذائف، قلت لي أيوة كل يوم الصبح أتفرج على واحد ماسك خرطوم مية وبيرش مكان الدم علشان الناس تكمل باقي اليوم بتاعها. في مدينة رئيسية تانية في سوريا النور بيقطع 3 شهور وبيجي ساعة أو ساعتين في الأسبوع، والتلاجات بتاعتهم بحسب تعبيرهم بقت خزانة يعني دولاب، بقت زي الدولاب أو زي إحنا نقول النملية، فبقوا يستخدموا التلاجات نملية لأن مفيش كهرباء ومفيش مية. عندنا فرص الأسبوعين الأخرانيين، عندنا لقاءات أو قوافل خدمة في مناطق في لبنان والأردن وتركيا علشان نقابل الإخوة السوريين اللي موجودين في أماكن. واحد طفل بيقول لهم كل يوم بيجي واحد أبيض لابس أبيض كده ببقى الآن من كتر الأحداث والمناظر اللي شفتها، فيجي لي واحد لابس أبيض كده، فأمه فكرت أنه هو اتجنن،
وحصل فيه حاجة، أو من كتر اللي شافه جاله صدمات، فراحت لفريق الخدمة وقالت لهم صلوا لي. فراحوا هما في وسط مجموعة، نالوا بتحكي لنا الحكاية، فحكى الحكاية. أنا ببقى خايف ومش عارف أنام، وبيجي لي بالليل واحد لابس أبيض وشه منور بيطبطب عليا ويقول لي تعالى ما تخافش. فهو بيحكي واحدة تانية هناك واقفة جنبه قالت له هو أنت يا حسن بيسمع بيحصل معاك نفس الحكاية؟ ده أنا وأنا بعدي الشارع بفتكر اللي كان بيحصل في البلد، فبيجي لي واحد لابس أبيض وشه منور ياخد إيدي ويعديني الشارع. مع كل اللي بيحصل، مع كل اللي بيحصل في هذا البلد، مع عيلة فقدت جوزها اللي كان بيحارب، والأم معها 4 أطفال قذيفة نزلت على بيتهم، فطفل اتقطعت رجله، وطفل معرفش حصل ايه في بطنه قالوا لي ما انا مش عارف، والأم عايشة بلا رجاء وبلا أمل. الأخت اللي سمعناها في الفيديو بتقول لنا ادعموني بالصلاة، ادعمونا بالصلاة، اقفوا معانا بالصلاة. لكل رسالة من كل قصوص الكنيسة، لو عندي وقت أقول أكتر بكتير، وخدام الكنيسة في سوريا، وأنا وعدته إن اللي أعرف أعمله أنقل الرسالة دي لكنيسة الرب في مصر وفي كل اللي بيسمعنا، ندعم هذه الكنيسة ونقف وراءها في الصلاة زي ما سمعنا، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. الناس بقت خايفة من الهجرة وعايزة تسافر، وحتى البيبان بقت مقفولة في كل حتة قدامهم، وكأن الرجاء ضاع والأمل راح، إن الرب بنفسه يجي يتدخل ويضع لهذا البحر حدا لن يتعدى. كنيسة سانت فاطمة في مصر الجديدة هي مترانية الكلدان الكاثوليك، والكنيسة الكاثوليكية أصدرت نداء للكنيسة في مصر بطوائفها المختلفة أن تأتي معا لمساعدة اللاجئين، بالذات اللي خرجوا من البصرة ومن المناطق المجاورة لما داعش تحركت الموصل، أنا قلت البصرة، الموصل سوري، تحركت من سوريا إلى العراق وفتحت الحدود وبقى عندها دولة جديدة تضم سوريا والعراق. الحقيقة كانت استجابة طيبة جدا من الكنائس المختلفة. كان يوم في الصلاة هناك في الكنيسة في سانت فاطمة، وكانت لجنة لجمع التبرعات من الكنائس، وبعدين خرج فوق وإيفا كانت موجودة بتمثلنا، بتمثل قصر الدبارة، وكان في حد بيمثل مصر الجديدة الإنجيلية، وكان ممثل مع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، فكان وفد من الكنيسة المصرية رايح يدعم إخواتنا في العراق المهجرين والنازحين. نسمع تقرير من أختنا إيفا عن الرحلة دي عشان نصلي في الآخر وإحنا مليانين بالدموع وبالتشجيع. ما عندنا صورة حقيقية من اللي بيحصل جوه، وعندنا صورة سماوية من اللي بيحصل من فوق. كنت متابعة على الانترنت وعلى الفيسبوك الحاجات اللي بيقولوها عن داعش، وكنت متخيلة إلى حد كبير إنها مليانة بالمبالغة وإنها وسيلة لرعب الناس. لما حصل اللي حكي لنا عليه القسيس سامح ووصلت معاهم، وصلنا هناك في أربيل في حتة اسمها عنكاوة، أول ما وصلت هتشوفوا اللي اتفرجنا عليه.
يوم 9/6 احتلت المجاميع الإرهابية اللي تسمى داعش مدينة الموصل. من بيوتنا طلعنا الساعة 3 بالليل، كلنا مشي طلعنا انهزمنا من القصف والضرب علينا. بيذبحوا البشر بالشارع مثل خروف، الأوضاع كتير خربت. انسحب الجيش، انسحبنا ورا، سبت أي حاجة في البيت سبتها وجريت. ما عندنا مكان. هاجرنا هنا بملابسنا فقط، قاعدين في مخيمات. عندي ولادي ينامون بالحدائق. كنا واحد، مسيحي، مسلم، شيعي، كنا واحد، وما نطلع من العراق لأن هذا ترابنا هنا. إحنا تعدوا علينا وطلعونا من بيوتنا وهاجرونا، يعني أسقط هاي 40 يوم إحنا هل قعدتنا على هذا التراب، أكلنا وشربنا ونومنا على التراب. أنت عارف هترجع بيتك إمتى؟ نعم. أنا بدي أرجع على بيتي وأروح على مدرستي وبدي أعيش حياتي الطبيعية. امتحانين، أول ثاني وطب داعش وراح امتحاناتك. امتحنا 4 امتحانات وما كملنا امتحاناتنا، لا مستقبل لا دراسة ولا أي شيء. أول مرة جو قالوا له تقسم يا ما تقسم، قالوا لا ما أقسم. ثاني يوم جو شتلونه 7 طلقات براسه، ظل مسيحي، قال أنا عشت مسيحي وأموت مسيحي. يعني موت وما نعرف دين المسيح. ما علمت اسلام انا، ماني مسيحي، ما يصير. عندي قصر وعندي فلوس وعندي بيت، كلهم خليتهم هناك، حتى مستمسكات ما جبت. معاناة اطلب من رب المجد ان لا يراها احد بعدنا لانها لا توصف. على مود بلكي الله يخلصنا من هاي المحنة ونطلع، يا الله بقوته هو. رب يسوع المسيح قال على الصليب اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون. شنو ذنب الطفل؟ اطفالنا كلهم مرضى، شوف كل هذا عيونهم كل شيء. كل سالب عيونهم، وهذه معوق كل مرة فيروسات هنا، احنا وين ساجين هنا؟ ما مرتاحين ابد، ما مرتاحين. استترنا على عرضنا وجينا، احنا نريد نموت احسن من هذا عيش، هاي مش عيش. اروح على بيتنا. لا يعني عندنا شيء، لا ابد، متبهدلين. شنو ذنب هالبشريه؟ شنو ذنب هذول الاطفال؟ الناس تخرج من بيوتها ما تعرف ليش. رب العالمين اكيد راح ينجينا. حرام حرام، الله موجود، الله موجود. قديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. الناس اللي ظهروا قدامكم دول احنا اللي مصورين معاهم، ولا قصة خيالية أو مفتعلة أو مبالغ فيها، ولا شخصية من اللي ظهروا قدام حضراتكم غير وفقدوا حد في العيلة بتاعتهم. أول ما نزلنا لقينا على جنبنا مخيم، مخيم من المخيمات الصغيرة، عبارة عن 740 شخص، ده أصغر واحد، كلهم قاعدين في خيم من المناظر اللي حضراتكم شفتوها. مجرد ما رجلك تدخل أي خيمة بيحكوا لك ببساطة وبتلقائية إيه اللي حصل معاهم. واحدة تقعد معاها تقول لك الأخت اللي لابسة أسود دي في خيمة من الخيام الأولانية، بتحكي لك إن جوزها رفض إنه يرف إنه ما يبقاش إنه يعني يقول إنه مسلم، وصمم إنه يتمسك بإيمانه، بس رجليه تعبانة جدا، فهم سبقوه وخرجوا، وهم بيبصوا ورا أخذ 7 طلقات في راسه قدامهم. هم الست التانية من اللي كانوا بيبكوا بتتشاور لي على الخيام اللي حواليها وبتنقي لي 3 شابات زي القمر، قالكي دول الثلاث بنات بتوعي اللي شبه دول بالظبط اللي اتخذوا، قلت لها اتخذوا وماتوا، قالت لي بتمنى من كل قلبي ان هم يكونوا اتقتلوا، بس انا اعتقد ان هم ما تقتلوش. مفيش خيمه ما فيهاش شخص اتقتل او فقد او اتاخد باي طريقه من الطرق اللي بيحكوها. لما روحنا في المخيمات اللي في الصحراء حكولنا
المدة اللي مشيوها. كل الناس بتحكي عن 4 ساعات و6 ساعات مشيوها علشان يوصلوا لحتة يكونوا موجودين فيها تقويهم. أنا الشباب بتوع ثانوي اللي منهم الولد الأبيضاني ده اللي في الآخر قال على مذاكرته وامتحاناته، قال إحنا مشينا يا طنط يومين وإحنا ماشيين في الطريق ننام شوية على الرصيف نصحى على صوت الضرب النار اللي فينا يتعب، والأطفال الصغيرة ما كناش بنلحق نحفر لها عشان ندفنها، فكنا بنغطيها بشوية تراب عشان نكمل المسيرة. واحدة حامل قدامي ما قدرتش تكمل وسبناها وطلعنا نجري. كلها قصص من هذا النوع، بس عاوزة أقول لكم مش قصة مأساوية، عاوزة أقول لكم المسيحية الأصلية الحقيقية ما زالت موجودة. موجود ناس لم يقبلوا النجاة لأنهم كانوا يروا وطن أفضل، عذبوا ولم يقبلوا النجاة. موجود ناس لم يحبوا حياتهم حتى الموت. موجود ناس قبلت كل مهانة ممكنة أن تستبدلها بالرب يسوع وباسم يسوع في حياتهم. موجود ناس تعرف معنى المسيحية. خليني أقول لك المسيحية عندهم إيه. كل واحد اتقتل عنده حد تكلمه، وإحنا قايمين من ثورة وشهداء وكده، فنقول له بس هيجي وقت ربنا يمد إيده، أنت عاوز يحصل إيه مع بتوع داعش؟ يقول لك ربنا يهديهم. ما عندكش حاجة شر تقوله، ما عندكش انتقام، كل اللي جواك ربنا يهديهم. يقول لك أنا كل القصة أنا عاوز أرجع بلدي. متمسكين بالبلد، متمسكين بحضارتهم، متمسكين بالرب. أنا أول مرة في حياتي أفهم الآية طوبى لكم إذا اضطهدوكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كنت أول مرة أفهم يعني إيه طردوكم وبهدلوكم. العيشة بالنسبة لدكاترة، واحد دكتور جامعي عنده صيدليتين، بيقول واحدة منهم بآلاف الدولارات وابنه طبيب، قاعدين في بيزمنت بتاع عمارة ما تبنتش، المجاري بتاعتها سايبة، وهم قاعدين في مشمع محوطين بيه بين 4 عمدان خرسانة. طلعتوا بإيه من هناك؟ قال العربيات اتحرقت، الصيدلية اتحرقت، بيتنا اتحرق، أنا لا أملك حتى الهوية بتاعتي، لا أملك ما يثبت إحنا مين، أنا معرفش أي حاجة، لكن أنا مستني ربنا. من النوعية دي كل مخيم تقدر تدخله هو ده شكل الناس، بس في نفس الوقت متمسكين بربنا. كل ما نسأل حد إحنا فاكرين إن إحنا رايحين نعالجهم ونقول لهم اتشددوا بالرب، الرب صالح، هم سابقنا طول الوقت ويقولوا ربنا صالح. مفيش، لسه كنت بقول الصبح اللي بيجيله دور انفلونزا ولا يتعب مننا بيقول ربنا عمل فيا كده ليه. 3 ايام ما سمعناش حد واحد قال ليه ربنا بيعمل فيا كده. كلهم عارفين ان الههم اله صالح، بس مستنيين العودة. انا وعدتهم بحاجة واحدة بس، اني هحكي عنهم لما ارجع في اجتماع الصلاة، واني هقول للناس يصلوا لهم في المحنة الرهيبة اللي بيمروا فيها، لكل ست وام واب هناك. وانا صدقت ان كل اللي مكتوب في عبرانيين 11 رجموا نشروا عذبوا اتزلوا، حصل كل الحاجات دي من اجل الرب. تحصل ايامنا مع ناس ما زالت المسيحية حقيقية وموجودة في وسطهم. نصدنا النهاردة نحكي الحكاية دي لأن يوم الاثنين في ملايين معانا، مش بس الألف وشوية اللي موجودين جوه قاعة الكنيسة، لكن في ملايين معانا في أنحاء مصر وأنحاء الوطن العربي وبالذات في الغرب بيصلوا معانا، وإحنا حبينا نوصل الرسالة دي
لكل قلب مخلص. ده وقت نصلي ان ربنا يخرج من هذا الاكل اكل، من هذا الجافي حلاوه، وان ربنا يتمجد مجد من غير حدود، وعلى قد التمن اللي الناس دي دفعته، على قد الوجع، على قد الوجع، تكون هناك افراح سماويه بخلاص ألوف ألوف وربوات ربوات. مين يقول أمين؟ أوقفوا معايا من فضلكم. عايزين من قلبنا النهاردة نتحد بإخواتنا دول، عايزين صوت صراخ كنيسة تصعد به من أجل إخواتنا في سوريا وفي العراق. مش إخواتنا بس المسيحيين، إخواتنا السوريين، إخواتنا العراقيين، مئات الالاف من المسلمين مشردين، مئات الالاف من اليزيديين مشردين. في واحد لابس ابيض وشه بيلمع، بيروح يمسك ايدين الاطفال ويعدي بيهم الشارع ويطبطب عليهم. في واحد لابس ابيض وشه منور بيزور المخيمات ديت. في واحد لابس ابيض وشه منور بيرى الجموع فبيتحنن. احنا عايزينك يا اللي لابس ابيض، يا اللي وشك منور، عايزينك تتمجد مجد ملوش حدود، عايزينك تعمل عمل عظيم يا رب، عايزينك ترد سبيل الناس ديت، عايزينك تعوض أضعاف أضعاف أضعاف، عايزينك وسط الضلمة دي تشرق بنور عجيب 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 يا رب. عايزينك تقول كلمتك، تقول كلمتك، الكلمة الأخيرة، أنت صاحب الكلمة الأخيرة يا رب، وتضع لهذا الشر حدا لا يتعدى. دور ناحية اللي جنبك وانت واقف، وانتوا واقفين ما تقعدش من فضلك، ما تقعدش. عايز كل اتنين يصلوا، صلوا في نفس واحد، صلوا انتوا الاتنين في نفس واحد، واصرخوا اصرخوا لربنا يا رب، اصرخوا لربنا، زور اخواتنا دول يا رب، زور اخواتنا في سوريا والعراق، عايزين زيارات إلهية. يا اللي لابس ابيض، يا اللي وشك منور، خيمة 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 خيمة، بدرون بدرون، مسلم مسيحي، محمد وحسن وعلي، المسلم واليزيدي والمسيحي، ما بتفرقش، انت ما بتفرقش، انت ما بتفرقش، انت بتحب الكل، ما عندكش اعداء من البشر. يا صاحب اليد المثقوبة، يا صاحب اليد المثقوبة، يا صاحب الحنان، يا صاحب الحنان، تحنن 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 يا رب، تحنن تحنن يا رب. صلي واصرخ، صلي واصرخ، ما تسمعش اللي جنبك، صلي معاه في نفس الوقت، صلي معاه، خلي الكنيسة تصعد منها صراخ أمام السماء، أمام العلي القدير.
خلونا بالنيابة عن كل سوري، عن كل عراقي مشرد عايش في ظلال الموت، عايش في ظلال الخراب، عايش في ظلال الحرب الأهلية ديت. خلينا نيابة عن كل واحد نصرخ يا صاحب الحنان، يا صاحب الحنان، إني أحتاج إليك، إني أحتاج إليك، أشرق بنورك علي، أضئ بوجهك على أرضي الخريبة. صلي معايا، صلي معايا نيابة عن كل واحد النهاردة. يا صاحب الحنان، يا ملجأ ونفسي، يا ملجأ نفسي، أنت هو الضمان، هو الضمان في وسط غربتي، في وسط غربتي. مرة تانية كلنا مع بعض. أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني، تعين ضعفي وترحمني يا سيدي، إني أريد العمق فيك، فارويني I'm
بصلي ان دي تكون صرخة كل سوري وعراقي اليومين دول، راجع لحضنك يا صاحب الحنان، راجع لدربك، راجع لنورك، تحنن يا رب، تحنن على أمة تمزق، أنياب عدوك تفترس، أولادنا ثكلى، بناتنا أخذوها للسوق العبيد، تحنن يا رب. احنا جايين نتفق النهاردة، جايين نتفق امامك ان يكون هناك ثمر كثير في هذا الموضع يا سيدنا، جايين نتفق امامك، جايين نكتب امامك مذكرة تختم بدم يسوع، انك تشق السماء وتنزل يا رب على الارض دي، تنزل على سوريا والعراق، تضع يدك ورجليك وقدميك في سوريا والعراق في هذه الايام الاتية يا سيدنا رب، شق السماء، شق السماء وانزل اليهم، انزل اليهم يا رب، ليعرف اعدائك اسمك، اسم محبتك، اسم خلاصك، اسم نجاتك، قول كلمتك يا رب، قول كلمتك، قول كلمتك وبقوتك تشفي الارض دي اللي شربت الدماء وشربت الكراهيه وشربت النحر، قول كلمتك، ارفع ايديك الاثنين واصرخ معايا، اصرخ معايا، شق السماء، شق السماء فوق سوريا ولبنان يا رب، شق فوق سوريا والعراق في هذه الأيام، شق السماء وانزل إليهم، انزل إليهم يا رب. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، كل الحقيقة في عالم روحي في السماء وفي لله.